في عنا هون 3 مصفوفات A و B و C، بدي أعرفهن على الماتلاب. لحتى نحسب الديتيرمينانت على الماتلاب في عنا فانكشن اسمه DET، أول 3 أحرف من كلمة ديتيرمينانت، وبنحط بين قوسين اسم الماتريكس. شوف الديتيرمينانت للـ A طلع الديتيرمينانت 56. نفس الإشي لو بدنا نحسب الديتيرمينانت للـ B، نكتب ديتيرمينانت B طلعت الديتيرمينانت للبي 44. بينما لو حاولنا نحسب الديتيرمينانت للسي رح يعطينا ايرور، بيحكي لنا انه الماتريكس لازم تكون سكوير، ونحن بنعرف انه عشان نحسب الديتيرمينانت لاي مصفوفه لازم المصفوفه تكون سكوير ماتريكس، يعني عدد الصفوف فيها بيساوي عدد الاعمده، لهيك ما قدرنا نحسب الديتيرمينانت للسي. أما لو بدنا نحسب الانفرس ففي عنا فانكشن اللي هو الـ INV of A بحسب لنا الانفرس للماتريكس A. طبعا ننتبه هون انه السايز للـ A والسايز للانفرس of A بيطلع نفس الاشي، الـ A 3x3 وكمان الانفرس of A 3x3. إذا بدنا نحسب الانفرس للـ B بنكتب INV بين قوسين الـ B بحسب لنا الانفرس وكمان السايز رح يطلع 3x3. أما الانفرس للسي فبيعطينا ايرور انه لازم تكون الماتريكس سكوير ماتريكس. بما انه ما قدرنا نحسب الديتيرمينانت فكمان ما بنقدر نحسب الانفرس، لانه لما نحسب الانفرس نحن بنستخدم الديتيرمينانت.